وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لعباده مواسم خير تزكو فيها النفوس ويزداد الإيمان. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد ولد عدنان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. أيها الإخوة المسلمون، فإن من عظيم نعم المولى سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين أن هيأ لهم أسباب الفوز بمرضاته والتزود من الخير والأعمال الصالحة، وذلك من خلال مواسم تكثر فيها الخيرات والبركات ويزداد العبد فيها قربا ودرجات. فقد روى الطبراني من حديث محمد بن مسلمة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لربكم عز وجل في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، لعل أحدكم أن تصيبه منها نفحة لا يشقى بعدها أبدا. وأخرج الإمام النسائي رحمه الله عن سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم في شعبان، أي إنك تكثر الصيام فيه على غير عادتك من الشهور. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أيها الإخوة المؤمنون، في هذا الحديث بيان واضح ونص صريح في فضل العبادة والاجتهاد فيها في شهر شعبان، كما فيه دلالة صريحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد فيه لأنه زمن غفلة ويقع بين شهرين معظمين. وفيه دلالة ثالثة على أن شهر شعبان شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. وقد ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها ما يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شهر شعبان. فتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. قال ابن المبارك رحمه الله: جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال صام الشهر كله، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر شهر شعبان، لأن الأعمال ترفع فيه إلى الله تبارك وتعالى، ولأن الناس يكونون في غفلة عن العبادة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلفت أنظار المؤمنين جميعا إلى أهمية العبادة في شهر شعبان. أما رمضان فقد خص بالقرآن الكريم بمزايا عظيمة، فقال الله تبارك وتعالى فيه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وأما رجب فهو شهر معظم، كان العرب قبل الإسلام يعظمونه، فما بالكم في ظل الإسلام. أيها الإخوة المؤمنون، تعالوا لنقف مع معنى أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، هو محور حديثنا لهذا اليوم: العبادة في زمن الغفلة. وما أكثر الغفلة التي نعيشها في حياتنا اليومية، وما أعظم العبادة في زمن الغفلة، كما ورد في النصوص التي تدعمها وتؤيدها من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل السلف الصالح رضي الله عنهم. ففي حديث الثلاثة الذين يحبهم الله تبارك وتعالى عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله. أما الثلاثة الذين يحبهم الله، فرجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينهم فمنعوه، فتخلف رجل بأعقابهم فأعطاه سرا لا يعلم بعضيته إلا الله والذي أعطاه، وقوم ساروا ليتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعلم به نزلوا فوضعوا رؤوسهم، فقام أحدهم يتملقني ويتلو آياتي، ورجل كان في سرية فلقوا العدو فهزموا فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح الله له. فإننا حينما ننظر ونتأمل جيدا إلى الجامع المشترك لهذه الأعمال الثانية
والخفاء والسر واليقظة في وقت غفلة الآخرين. وجاء في حديث عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. أين الشاهد في هذا الحديث أيها الإخوة؟ سبق المفردون أي فازوا، فاز الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. الشاهد في هذا الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: المفردون أي المنفردون المعتزلون عن الناس، من فرد إذا اعتزل وتخلى للعبادة فكأنه أفرد نفسه بالتبتل إلى الله تبارك وتعالى. فهؤلاء لما ذكروا الله وقد غفل غيرهم كان السبق لهم، إنهم أهل السبق في زمن الغفلة، فحينما يقع الناس في غفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى ويشتغلون باللهو واللعب ونحو ذلك يفوز الذاكرون الله والذاكرات، كما قال عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون، أي الذين يتعرفون على الله تعالى ذاكرين في زمن يلهو الناس فيه عن ذكره تبارك وتعالى. ويظهر بمضاعفة الأجور والحسنات، لأن الأعمال والقربات التي في غفلة الناس يعظم أجرها وثوابها عند الله تبارك وتعالى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يتقرب إلى الله تعالى في الهرج وأوقات الفتن أجره عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر فيهن مثل أيام الصبر فيهن المستقيم في الدين، فيهن مثل الخوض على الجمر، للعامل فيه مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قيل: يا رسول الله، أجر 50 منا ومنهم؟ قال: بل أجر 50 منكم. الخطاب موجه للصحابة رضي الله عنهم، أي إن للعامل في أزمان الفتن ووقت الهرج أجر 50 منكم. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم علة ذلك فقال: إنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون. وتأمل هذه الأعمال التي تضاعف أجرها، وذلك لغفلة الناس عنها. لماذا هذه الأجور العظيمة للمحافظين على صلاة الفجر والعصر؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، والمراد بالبردين صلاتي العصر والصبح، كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال الخطابي رحمه الله: سميتا بردين لأنهما تصليان في بردي النهار، وهما طرفاه حين يطيب الهواء وتذهب صورة الحر. وتأمل إلى فضل قيام الليل، يقول الله تبارك وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فهذا مدح وثناء لمن أقبل على التضرع والوقوف بين يديه جل في علاه في وقت الناس فيه نائمون وعن مكابدة الليالي معرضون. فهذا القانت آناء الليل علم فعمل وأيقن فجاهد فعظم أجره وعلى مقامه، فلا تسأل عما أعد الله له من حسن الثواب عند الرجوع والمآب، كما قال جل جلاله واصفا حل العباد وقت النوم والرقاد: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والجزاء من جنس العمل، فكما أنهم أخفوا قيامهم أخفى الله تعالى ثوابهم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم يدخل فيه جميع نفوس الخلق لكونها نكرة في سياق النفي، أي فلا يعلم أحد ما أخفي لهم من قرة أعين من الخير الكثير والنعيم الغزير والفرح والسرور واللذة والحبور، كما قال تعالى على لسان رسوله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فكما صلوا في الليل ودعوا وأخفوا العمل جازاهم من جنس عملهم فأخفى أجرهم، ولهذا قال: جزاء بما كانوا يعملون.
أوقات الراحة وسكون النفس، ولا يستريحون من مشاق النهار إلا قليلا. قال الحسن: كابدوا قيام الليل لا ينامون إلا قليلا. يقول الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وبهدي نبيه الكريم أقولوا ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من كل ذنب، واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. الحمد لله من وجه الله سبحانه وتعالى ومنه بكرمه. لا
الذي جاءنا رسم مالك وانا اللي بتورد اللي بره شهر شعبان وما لكم بذوك سنزوج يتكسر وشهر بعد شعبان لك ما جن ما يتكسر من دار من الرجال ولا ما وجو تحويل القبلة قبلة مالتنا ولا بي ولا كعبة مالتنا في أي ربك بزيور مالك النبي صلى الله عليه وسلم ما جن ما مالتنا ولا بيت المقدس نبارة ميسد عن أصابات ور أكوابي سدر إلى أصابات ولا أصابات ست ستور أكوابي ولا بيت المقدس نبارة مالتنا ميسد في النبي صلى الله عليه وسلم دم مالتنا ولا كعبة الله سبحانه وتعالى قبلة شون بيا ولا شون من ينبر الله سبحانه وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام بزيور نور مالك النزول إلى من تكشف كسرة مدنه شهر شهري شعبان شهري ببالو يعني لما دنوله بزيور يعني إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلو آياته يوردوا إلى اللو علماء وشهر السيوج مالكنه بس يورنا إلى المرد الذي هذا شهر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مالك نزام لم تقل لك كسب وجهك كسب بدن مالك نقل كم مالك نزاري ما يكون فلده النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنت ولي وسانا بن زيد باور حديث أيك أشوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أشوا بيلا وش لي يعني كم صوم تبلا شعب الله مالك له كعادة شو تشي مالك نص الصوم وأشوا شو اللهم لمن دنا ولا شو النبي صلى الله عليه وسلم سوس نقل تكسر لأن ذي صوص صابوش نمارك له شعب الله يزوم والوان دنيا ذاك شهر يغفل الناس عن وار هي ما تنور صوم يغفل بساتنا لرمضان ما لك نورون مئات أدابت وكذلك بيت مئات أدابت وكذلك أقام مكزات لهم نعم ما لك نور عبادة مشغولي هنا ما لك نور عبادة وني كوال ما لك نور ذاك شهر يغفل الناس عن والوان دنيا صوم يغفل بتورنا بين رجب ورمضان برجبنا برمضان ما أكل يعني بولتهم بكل تلالك يهون ورشنا اللبت عنده أشهر الحرم نو عنده دمو رمضان نو مالتنا بولتهم حتى لا يال نول سلزي عن الدنيا سهو بسلم يغفل لبت نول ومصهو ولتنيا مالتنا رجبنا رمضان ما حكى لا يال نو مالتنا سوستنيا نو مالتنا ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين يا أمة الصلاة مالتنا ولا الله نكر بلبت ورنا مالتنا الذي سوستنا نغري يالكوين من الملو يعني تركيا دلوه النبي صلى الله عليه وسلم سلزي يبقى جمال ما قرر من النوم العبادة في زمن الغفلة النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا سووا مغفل البساتة لك سووا ما لكنا بعبادة مشغول ميون البساتة عبادة كده بيانا قد بيجي ميون البساتة لك وأنت عبادة ما درك الله يفلدون لنا قد قوم القرآن ما قرأت ذكر ما درك لنا بعبادة لك مشغول ميون يال له انتو الروفات ما لكنا تلك درجة من الله لما سيدنا ما لكنا إيه معروف له لزينا النبي صلى الله عليه وسلم بدل أي حديث ما لكنا من يلا العبادة في زمن الغفلة يبقى العبادة ما درك بغفلة زمن لا يمالكنا أما يا نبي صلى الله عليه وسلم قيل له صوص سوتش الله سبحانه وتعالى يرد أتشاله أن زمن لا تشو أنت ما لك يتوسل سوتش يهينه ما تانا أن لها تيك أتشو وإذا كان نسوك على الله نزمن لا نزول لا الله بلوش الدنيا لا تشو مالكنا يا أسان سلم لا تشو فمنعوه كلكلوا طان رأي لأنه سوتش مالكنا يلا تشو كذاك مع كلاتشو لا أنت سوتش على النار فتخلف رجل بأعقادهم فأعطاه سرا بنبك مالتنا ولزا سويا ولا غيره سلطوا مالتنا يا من مسلة الله النائز انتو سويا جي من سواكم يا ربي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى هي البارع الله يبدو الله النبي ولدتني أنا مو مالتنا سويتش أنه يعني قريتها جو الله بقوزوا أسلفوا كذا وعلى أبوزوا أتشو مالتنا ورفت لما درج بوتا يزو مالتنا أهون هم ما جو غم ما جو مالتنا جو تلاتا جو مريتا يماس كمتنا بزح على تيانه سووتش ليعرفوا مالتنا قال المسيح السوطة نستو الله سبحانه وتعالى الله في تقومون يقدر زمالتنا إيه مالتنا يا عبد الكام يلبت الله يبدو ألا بيننا سوز تنيا مالتنا سووتش بالله من دلا والتوجيهات في سبيل الله كذاب على مالتنا تشدفوا ولو على يدوسوا في الله بكلوا مالتنا بلبوا مالتنا يعني دفروا ولو استقبطوا وي بموت وي من أمو الله سبحانه وتعالى بس السبب النزين المسلم وجمل سوف تحيا ترقلتك إن مالك الله سبحانه وتعالى يود ولا رمضان لما تنور ليس وسويت الله سبحانه وتعالى يود ولا جوسيبا من تنور أمرنا بإخلاص يسرط بنبك على ثم وصلنا جونا ولكن أنا مو سوي بمغفل مسادة ما كانت جونا يعني نزام ما لنا بسوي وكان كلو سيئ وهي بنبك متى النزيم سويش بغفل وسيئ وهي يوم تلستو قوم الله سبحانه وتعالى عبادة الرجل النزيم ما لنا وسيشوش سلم وشم ولا في جسد جسم ما لنا يسوس منهم سراكة يالو سووا بغفل بسات العي الله سبحانه وتعالى سنت جزنا الله بإلى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما لنا إيه سووا مغفل بسات العي الله ما
ما لفنا الله ما يستوسنا ذكر ما درب سوج عمل لا تقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لمن الله نزامك إذا اعتزل أو تغلى مفرد ما لفنا الله سووا ما لفنا تتوب سووا مشغول من يوان بس عادنا ما لفنا الله سبحانه وتعالى يذكر ما لفنا أن يسوج كل الخير يزوم ما لفنا عمل لا تقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لمن إنه إيه الذين يتعرفون على الله لكن الله دم توب والله ما يستوي سوج سووا ما لفنا بجاوز بس عادنا النزي مالك نو بغفلة ساعة عبادة ساعة ربو تلك درجة ألا يجو مالك نو النزام النبي صلى الله عليه وسلم من قال له العبادة الله سبحانه وتعالى مجزت في زمن الحرج في زمن الحرج سبحانه وتعالى قال له قد يجاب بدا بساعة لاي فتنة بدا بساعة لاي سوى لي مالك نو مجرس كلاك قلب وتنا قراس بمدا بساعة لاي الله سبحانه وتعالى مجزو سوج مالك نو كهجرة إليه يالو وليه هجران لما ذلك يقوطر إلى المالك والنبي صلى الله عليه وسلم النزاء مهاجر وجه درجة النزاء يقوطر إلى المالك نور النبي صلى الله عليه وسلم هجران لا ذلك إلى النزاء مهاجر بغفلة ساعتها عبادة ما ذلكنا الله سبحانه وتعالى من قزلت اتف درب مالك نور حسنات وشن ثواب أسقيني المالك نور الذين النبي صلى الله عليه وسلم قالوا صحابة وشن مالك نور كنا ندبوا على أولي منا زمن عندنا كانت وشن بتام صبر مياس فلقات شو زمننا شو يالو بزا ساعات لي دينون ميزتنا الله سبحانه وتعالى من كذا سوى لنا سنت بنان دوالتنا همسا صحابي أجل يريد للنبي صلى الله عليه وسلم هاي كان يالو كان نسونا همسا سوى سينو صحابة من رسول الله عليه وسلم كان نانت يهونو يا همسا سوى نيوان يا همسا صحابة من رسول فوابي أجل يريد للنبي صلى الله عليه وسلم يا ذات لمن ننو النزاعي من النبي صلى الله عليه وسلم سنة قول من أجل إنكم لا تكنكم تجدون على الخير أعوانا إن أنت خير لما خير نقدر لما سمعت أجز أجز على شو فاجني على شو أجز مرة كلهم صالح لهم بس أساتذة كوب مسعود من يلو يعني صلاة الجماعة ما المدام منافق من يلو من قدر هم ياهم نزيف إيه بيان ما لدرو يان ما لدرو يان ليه بربن درجة هم أبلا نظر ولا بندن كلهم سو خلاص نزيف قال لهم كبا ما لدرو لزيف بس هذا رجع نبرو سوتش ما لدرو إن أنت خير سنقدر لا خير رسالة لو قالك أجز تاني على شو أجز النبي صلى الله عليه وسلم إنني سويش قل فتنة على بزمن لو كل ما لدنا بدنيا مشغول يهون بدنا الله ما لك بزمن لاي زاي دين لاي كتسيل ما لدنا يا همسا صحابا يعني ثواب أجر إني ما لدنا لا إن الزام لما ما لدنا تمر كتوالو ويعني بيو ذات جل إيش إنه يراس تلال لك درجة يا الله جونا تلال لك ثواب يا الله جو سراوش سووا بمي غفل بس أدرى يسوي سراوش ما جو مثلا فجرنا عصر لمن دنا درجة جو من صلى البردين بردين مالك با يعني كانوا مالتنا شاف لاي مدنيو مالتنا ايه مجمرة ونو فجر يا كانوا مجمرة يعني ونو مو صاحي الدازل كانوا مجرة شانو مالتنا بردين اي طوافين نهار مالتنا لمن انه تلك اجر انه جنة قوية عن رسول عليه وسلم جهنم خلاتنا كون مالو صاحي كمو قاتوا وفيتنا صاحي كمو قاتوا وفيت مسجل نسو يعني فجرنا عصر مالتنا لمن انه عروس اقوم مشغول يونو بساتنا عنو بسرا عنو لو بنتلف نزام بالمال قيام الليل نتهينا لمن دنو الله سبحانه وتعالى قيام الليل درجة ستور لمن دنو صوم مش كل يوم بساتنا غفلة من غفلة بساتنا ميتين يا بساتنا لذي النزام بالمال بس ذا ساعات لا يستغفر ما ترجو من الله سبحانه وتعالى يجنا السوتش ما دنو يجنا السوتش بهاي الله سبحانه وتعالى بس ذا لا يستغفر ما ترجو مي الله سبحانه وتعالى قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتهم الانهار خالدين فيها وازواج مطهره ورضوان من الله والله بصير بالعباد قال تعالى الذين يقولون ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار وذا سالت لي ما لكم استغفار ما ادري يعني قيامه يتسلموا هذا ان المتقين في جنات وعيون لهم الله اخرين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون لمن النور ان السقوال كما تنياتا تشوف انسو تنش تيدو كذا ولا تنسلو الله في جمالتنا قيام الليل تسجل على كانما لم تشوف قلوب وجه الليل تنبر سموك استغفار الله سبحانه وتعالى تبركت استغفارك يعني يسوج عباده لا يبرا يسال الله ذكر لن يتمونه قيام الليل يسجد كذا وعلم وهنا سحور صارت لا ينمو الله سبحانه وتعالى يا الله ما رب الاستغفار الا الموالد لذي الله سبحانه وتعالى هون اذا كسرت سراوتش دال ما له
لم دنو كفي على ثواب أجرين براتو سو مالكنو في زمن الغفلة بغفلة جزي مالكنو الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى بزي شهر الله بزي والله مالكنو عبادة شلم بجمرة شهر القراء به شهر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بزاو مالكنو صوم من صوم بدنو مالكنو راحة شن لرمضان بنا بنزل جاتي بدنو مالكنو ليلة مالكنو مئن نصر نجر لشعب الله اهتمام لمستد لما ان نقول شعبان تقول ان صدوا عن الدنيا سووا مغفل بسلسله هنا بعباده هذا الجن ما ذكر لهم مالتنا ولكن ينمو الحافل الثاني بالاهتمام بشهر شعبان لانه ميقات سنوي يا امة سرى مالتنا ولا الله سبحانه وتعالى بك ربة مالتنا امة هو يسرى كمان لو شعبان اسكاه شعبان يسرى وسرى كل الله بك ربة مالتنا لذي اهتمام ما ذكر لهم مالتنا لذي النبي صلى الله عليه وسلم اردت جيزيوتشن فنادم سرى ولا الله بك ربة مالتنا قد تتعبك ربة الله رفع فوري إيه ما شئنه؟ ظهر زوال ساعة مالك يعني ظهر جيد السيقابة بس هذا النبي صلى الله عليه وسلم وراثة عيسى بن البر لما الدنيا رسول الله مسجد السيبانه أهم جيد قوية اللي سبايه بروش بكفة بساعتنا يا ساعة طلو يوم نسرى مالك لهم دي وطالي فلقى له إيه رفع فوري وليامه ميوت عبتنا مالك لهم ولكن يعلمه بي سامن تسيرنا همس مالك له بي سامن تسرائك الله الله زند مالك سبحانه وتعالى يسرى نسرى كل مالك إيه إن مالك له لذي نبي صلى الله عليه وسلم سيرنا همس لا من أنه من صوم تسيباره لزانا ولا نبي صلى الله عليه وسلم سرى ولا الله سلام لك رب الله مالك له إيه ولدني يعلمه سوستني يعلمه مالك له بي يكبر يكرب مالك له وصلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة في الليل وملائكة في النهار يي بيك الله سلام نام دمو الله زن ذكر بات نزام نمو يا أبو دمو الله زن ذكر بات مشينو شعبان والله يوم مالتنو لذي سويه ما ترى لنا بات بتوم كسر له خير ما مالتنو يتوسل من كرادش مشي إن ذكر بسلا وصل المال مالتنو لم يوصل الله عليه وسلم لماذا خص الصوم رمضان الله مالتنو إيه ور شعبان ورا سرا ورا الله ذكر بات نونا صومنا هم يسرا الله زن ذكر بات لقالوا لم ننو صوم نترى ولم ننو صوم يمر مصيبل علماء شبيه لأنه لأن الصيام يوقظ الجوارح من غفلتها ما صوم إلى له إذا أكل من دهلة كغفلة ويانا قوال مالتنو لعبادة مالتنو نقوى أن نقوى الصومنة أكل بارتك على إلى له فتكون في أحسن حال وأكملها سلذي صومنة ولا مالتنو بمن هنا البتعوه نيتا إنك تويق ويان مالتنو عند رفع الأعمال سراو تفسير ولا الله ولا الله مالتنو سكر ولأنه عبادة مستمرة نزام صوم كايلاله قد تايم نتيالو عبادة مثلا القرآن كرة يتوسل القرآن لك الزوار على اللو جيزي بارو ليونو نزام نمو صلاة يتوسل لكني لأنه نقدر نصوم كدواء المدنو يعني كفجر جمبرو مالك واسك ماشي صحيح اسك واسك مغرب نو مالك مستمر يهونا عبادة نو مالك نو للا عبادة وشو لزاق إذا حدث رفع وفلت له جيزي مالك الصراح بكرب الله زند مالك تصومن يا هنا نو يعني خير عبادة لهونا نو بكرب مالك نو ان زوم الى من النوم لزار وانا اقرا وانا اصلي على المرء فاحب ان يرفع عملي وانا صائم فمن يهون يمال اسرائيل ودع الله ان ذكر بفضل الله ليلا وما لكم صوم يمر مثل من النار لانه عباده تستدعي معها بقيه العبادات ما جيم صوم يصوم سواله غالبا ابزيا كثير ليلا وما عباده وش مالتنا عندي عندي فلسفه ادرقوها مالتنا صلاه من ذكر القران من ذكر ما الذين ابزاني وسون مالتنا صوم لا كيه قران لا عباده لا صلاه يتذكر من ما مالت وكذلك لسحور بلو سحور ساعه من الناس قيام الليل يا دنيا نزام دمو استغفار بالاسحار يا دنيا مالتنا وقت صلاه الفجر يا دنيا مالتنا يعني صوم وسط مالتنا الى عباده وجه سلام يكاتت ونوال مالتنا سوستنيا مالتنا وشعبان اهتمام هذا المدرسه اللي بلمن النار عندنا قلنا زمن الغفله عبادة وسووا بغفل بالزمن سلوهنا بعبادة من قرار لبنان ولتنيا مالتنا الله زن السلام بك ربت سلوهنا سوستنيا لهم مالتنا الله سبحانه وتعالى بزي ورلاي له النوم خلق مالتنا ورحمة مالتنا يعني عوف مالتنا قبتنا ما هرتا من قبت ورنو مالتنا لزي مالتنا بخير لقر لها الله سبحانه وتعالى يعني ما قيها لك مالتنا لزي بزي ورلاي تمام مالت رمضان مالتنا الله سبحانه وتعالى ورحمة مالتنا الزلاج مالتنا الذي ولد موت ان شاء الله بل الذي سرى جمال النوم بقيام الليل قراءه القران صلاه على النبي النزام بمصوم بتلاقي عباده وجمال الدورتين لرمضان ما زلت على النوم والله يوفقنا ان شاء الله عباد الله صلوا على خير العباد فان الصلاه عليه حكم وزاد ونجات يوم التناد وقد امرنا بذلك رب العباد في محكم الايات قال الحق جل في علاه ان الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب سيدنا محمد أجمعين، خصوصا منهم ذي الأصل العريق سيدنا أبي بكر الصديق، وعن سائر الأبواب سيدنا عمر بن الخطاب، وعن جامع القرآن سيدنا عثمان بن عفان، وعن بيت الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب، وعن أهل بيته الأطهار ذريته الأخيار، وعنا معهم برحمتك أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات، برحمتك أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما، ولا تجعل فينا ولا في عقبنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما يا أرحم الراحمين. اللهم بارك شعبان وبلغنا رمضان ورزقنا صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا يا ارحم الراحمين. اللهم تقبل منا القليل واعف عنا الكثير، ولا تؤاخذنا بالتقصير يا ارحم الراحمين. لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ضالا الا هديته، ولا عاصيا الا عصمته، ولا مسلما مجاهدا الا نصرته، ولا فقيرا الا اغنيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا عنتنا على قضائها، بلطف منك وعافية يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.